سوء الحمام. عالم داخل عالم. معكم أحمد عبد الله. عايز اقول للناس اللي لسه بتتفرج لحد دلوقتي على الفيديو تعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نكمل سوق الحمام. ازيك عامل ايه؟ لا انت صوتك واطي، انت ما جتش ما فطرتش؟ ها قول لي انت غاوي حمام؟ اه. انت عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. 10 سنين؟ امال غاوي من امتى؟ غاوي من عندك كام سنه؟ عندي 7 سنين. ما شاء الله. مين اللي علمك؟ باباك اللي علمك الحمام؟ انت جاي تبيع النهارده في السوق؟ قول لي هتبيع ايه النهارده؟ اوعى يطير بس. افرض واحده طارت منك دلوقتي نعمل ايه؟ هتروح فين هي؟ هترجع؟ اه. هي هتروح على البيت لوحدها؟ والله العظيم؟ اسمها ايه اللي في ايدك دي طيب؟ ده حمام بلدي. حمام بلدي؟ اوعى تقول لي ده اللي احنا بناكله. اه هو؟ طب والله اول مره اشوفك، ما شفتش في السوق لسه حمام بلدي. بكام بقى الجوز ولا الفرد ولا الكلام ده؟ هتبيع بكام النهارده انت؟ هو اللي هيشتري بكام؟ اللي هيشتري. ايوه بكام؟ ما هو في انواع يعني. انت هتبيع البلدي ده بكام؟ 35. الفرد ولا الجوز؟ الفرد. الفرد 35. ربنا يوسع. اسمك ايه الاول؟ مروان. مروان عشلة. طب سنه كام يا مروان؟ في رابعه ابتدائي. انت خلصت امتحانات بقى خلاص؟ اه. ربنا يبارك لك يا مروان. ده بيت بول. السلام عليكم. ما بتحطلوش كمامه ليه؟ لا ده ما فيش كمامه ده. والله ما بيعضش؟ بيعض. ما بيعض وبتقول لي كده في وشي. بس. وبتقول لي في وشي؟ قول لي اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ سيزر. سيزر؟ ده عنده كام سنه؟ 8 شهور. 8 شهور؟ ما شاء الله. انت جاي تبيعه؟ اه. بكام بقى عامل كام؟ 2 ونص. 2 ونص. انت بتربي وبتبيع؟ اه بربي. يعني انت جايبه عنده قد ايه ده؟ ده؟ والله العظيم. حلو. تعالى هنا يا تعالى هنا. ده اسمه ايه؟ رومي. رومي؟ اسمها ايه؟ وعيالها اللي تحتي دي؟ اه. يعني هي كده دي بتخلف وهي صغيره كده؟ نزلها. حجمها صغير. بيغلوه. اه. بس ما شاء الله. كمل احباسه ما يمشي. ماما انت. طب يلا رجعهم تاني لحسن يمشي فعلا. بس بس بس. بكام الرومي دي؟ بكام؟ مش عارف. ايوه انا هبيعها بكام النهارده؟ مش كلب. يعني انت مش جاي تبيعها؟ لا انا جاي ابيعها بس على تفصيلها وراح اقول لك. ممكن يفصلها بكام مثلا اللي يجي يشتريها؟ حوالي يعني 500 800. والله هي ولادها ولا هي لوحديها؟ هي ولاد. طب واللي في ايدك دي الجولد دي ايه؟ ده جولد. اسمه ايه؟ اسمه جولد؟ لا جولد. جولد. هو جولد بس جولدي. اسمه ده بوليسي طبعا. ده كلب بوليسي جيرم. ده عنده كام سنه بقى؟ عنده كام؟ ده سنه ولدت مره واحده. ده سنه ولدت مره واحده. يفرق موضوع ولدت كام؟ يفرق في السعر موضوع ولدت كام مره ده؟ اه هي بتفرق برضه في السعر. ما انت ما تجيب حاجه ولدت مره واحده احسن ما تجيب حاجه ولدت مره ثلاث اربع مرات. ده بكام بقى ده؟ ده عامل 800. عامل كام؟ 800. 800 جنيه. اتعرف عليك الاول. عبد الرحمن. بقالك كام سنه بتربي حمام؟ ايه 5 سنين. 5 سنين. مين اللي غواك الحمام ده بقى؟ اخويا. اخويا كبير. اخوك. انت عندك اصلا غيه حمام ولا بتربي؟ لا بربي في سلاكه. سلاكه؟ عندي غيه. ايه الفرق بين الغيه والسلاكه بقى؟ الفرق بين الغيه والسلاكه سأله والله. ايه؟ الغيه بفرز وببيعها، لكن السلاكه الغيه بنش منها حمام وكده. آه. لكن السلاكه بفرغ منها زغل وببيعها وكده. والله انت جاي تبيع النهارده الحمام ده؟ اه.
قول لي ايه الانواع اللي عندك؟ بخف اسوس. ايه؟ بخف اسوس. ايه الانواع اللي عندك طيب؟ بخف اسوس؟ دي حاجه انا ما سمعتش اللفظ. لا عندي اسوس زياده يعني. يعني عندك حمام زياده بتبيعه. طب قول لي الانواع اللي انت جايبها النهارده ايه؟ في وريني وطلع كده بقى عشان نعرف بقى الناس. ايوه احنا قاعدين تحت كده للحمام. انجلايزا كول. بس والغيه بقى الغيه ان انا اجيب فرد حمام جامد ذكر واسيبه والله وطير ونش ده اسمه اللي هو الطير اللي انا بقولك بطير ونش انت عندك اصلا غيه ولا سلاكه؟ عندي غيه. انا منبهر اقسم بالله باللي انا شايفه ان شاء الله كميه ناس اللي موجوده في السوق كتيره جدا وزي ما انتم شايفين بص السوق مليان ناس مليان ناس عليا كل الناس غاويه حمام ما كنتش فاكر ان الموضوع غيه الحمام ده حتى هو طاير الناس بتطير الحمام فوقينا ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي هتعرف بحضرتك الاول حسن محمود حسنيه بقالك كام سنه بقى سوق الحمام حسن كوشر حسن كوشر كام سنه وانت موجود هنا؟ لا كام سنه كده اللهم صل على النبي بتاع طول 40 سنه ما شاء الله في سوق الحمام بس السوق ده ما كانش هنا الاول كان في السوق الناحيه الثانيه سوق المساكن واحنا فضلنا ننقله الناحيات وبعد كده جبنا الناحيات سنه واسعه يعني واسع هنا وخد بالك وحبايبنا كتير هنا ربنا يا رب يوسع عليك ربنا يكرمك شرفتني بتاعتك انت قول لي اسمك الاول عبد الرحمن طب قول لي انت عندك غيه اصلا فين الصغيره دي فين شاور اللي عليك دي الخضره خضره فصفر اللي هناك دي ما شاء الله طب انت قريب من السوق يعني دايما تنزل على السوق على طول طب اقف لي بقى الناحيه الثانيه كده ايوه كده عشان توريني بقى ايه الحمام اللي انت مربيه انت بقالك كام سنه كده بقى بتربي حمام اربع سنين مين اللي علمها لك اخوي معانا هنا اخوك ولا فين؟ لا اخويا شغال طب قول لي انواع الحمام اللي عندك ايه بقى؟ انزل كده انزل ايوه هدول زرق جمعيه دول دكاريه علي صوتك بقى عشان صوتنا يطلع من الدوشه دي هدول زرق جمعيه دكارين 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 مش دكر وانتاي حلو دول كريزليات ايه؟ كريزليات كريزليات ودول ودول اشهر ده زغلول جمعيه طلعوا لي كده ده زغلول جمعيه؟ كل دول على باص دول اللي بيشقلبوا في الجو دول صح؟ موضوع ما شاء الله السلام عليكم السلام ورحمه الله ازي حضرتك؟ تسلم عامل ايه؟ الحمد لله انت من الناس القديمه بتوع الحمام اي نعم بقالك كام سنه غاوي حمام؟ كتير حوالي عندي 72 سنه ما شاء الله ربنا يديك يعني طلع 15 سنه طلع 15 سنه وانت 15 سنه بتربي حمام؟ غاوي حمام ما شاء الله قول لي بقى انت بتيجي السوق بتعمل ايه هنا في السوق؟ بنيجي السوق بنعرض الحمام اللي معانا جاب السعر بتاعنا بنبيع ما جابش بنروح والله يعني انت ممكن تروح في يوم ما تجيش حمام لما جابش سعر وانت ما تكون حاجه كويسه ولا حاجه وحشه بتبيعها انت معاك ايه بقى الانواع اللي معاك دلوقتي؟ انا معايا جمعيه معايا زغلول جمعيه وقص جمعيات وكاري قص جمعيات وكاري؟ وكاري فين الكاري ده؟ ده كاري بس زغلول زغليل كاري وده جمعيه وده جمعيه وجمعيه انا اغلب حاجه اللي شفتها دلوقتي موضوع الجمعيه ده شفت حمام كتير جمعيات هو الجمعيات ايه بس قول لي ايه اللي بيفرق بقى واحده فرد عن فرد؟ زي يعني اتنين اخوات ليه عقليه نظيفه والتاني عقليه اعرفها ازاي بقى انا؟ بالمعامله المعامله والحمام ده بالكتير والذكاء وكده Thank you.
شيلوا سوا. اه دول روحت روحت روحت. اه مين اللي علمك الحاجات دي؟ هو انا بيتنزل السوق وبيتعلم. اه يعني مين اللي خلاك تغوى الحمام؟ انا اللي مره كده انت لوحدك كده نزلت شفت الحمام حبيته انت. آه. انما عندك غيه ولا لا؟ لا بربي في البلكونه. تربي في البلكونه، ربنا بيوسع عليك ويكرمك حبيبي. قول لي دول ايه؟ ده شري بندق. تشري بندق اسمهم ايه؟ جمعيات شباب. جمعيات. صوتك واطي انت بس عايز تعلي صوتك شويه، ما فطرتش لسه شكلك. ودول؟ دول حلبوه. حلبوه حمر. حلبيه؟ حلبوه حمر. حلبوه. ودي بنت ده كراكندي. اه ودول برضه حلبوه. آه. ودول عوابسه. ده كراكندي. انت ما فيش انواع حمام ما تعرفهاش؟ اه كل الحمام تعرفها. يعني لو شاورت لك على حد تقول لي ايه دي؟ والله طب تعال نجرب واحده كده. تعال نجرب في العيشه بتاع عمك فوزي. قول لي الحمامه دي نوع ايه؟ دي؟ اه جمعيه. والله العظيم بس. طب ايه نختار لك واحده ثانيه. ده اللي ديله طويل ده. ده؟ اه الاسود ده. عبسي. عبسي؟ هم مسمينه عبسي ليه بقى؟ عشان اسود؟ اسمه عبسي كده؟ اه واخر ريشه ابيض؟ اه جسمه كله مفروض وجسمه كله اسود. ما شاء الله. لا انت شاطر. اسمك ايه بقى؟ محمد. حبيبي يا محمد، سنة كام؟ سنة 6. ما شاء الله، امتحاناتك بكرة. أيوة. صح؟ حبيبي. انا حضرتك يكفيني يكفيني ان انا لما اكون في حاجه مضايقاني او مزعلاني ان انا اطلع في وسط الحمام بتاعي. عندك غيه؟ اه عندي. اه انا مربي حمام قبل ما ابقى مهندس زراعي اساسا. انا دخلت مجال الهندسه الزراعيه حبا في الحمام. حبا في الحمام والانتاج الحيواني عموما. خدت بال حضرتك؟ فانا باجي اقول يا اللي انت عندك مشاكل، يا اللي انت يعني التامل هتلاقي ايات القران كتير قوي قوي بتمرنا. طيب. بالتامل. فلو احنا جينا بقى طبقنا الكلام ده على واحد عنده اكتئاب، واحد عنده مشاكل، واحد عايز يقعد مع نفسه كده يعمل عمليه. يعني انت لما بتطلع في الغيه انت بتحس بايه؟ بحس اولا براحه نفسيه. انا يكفيني حضرتك ان انا احط الاكل كده للحمام واحط له الميه واقعد اتفرج عليه وهو الاب والام بيتبادلوا مثلا المشاعر، رعايه البيض، بيتبادلوا رعايه الصغار. يعني طائر اجتماعي، طائر اولا ما يعني مش زي مثلا البط والوز. انت عندك البط والوز بمجرد ما الذكر يقوم بدور التلقيح خلاص انتهى دوره. انما الحمام دور الذكر مع والدته متواجد ماشي. الوفاء، انت لما بتعزل ذكر مثلا عن نتايته او الذكر بيمرض ويموت او النتايه اتفرج على شعور الطائر الثاني اللي هو وليه الاحاسيس بتاعته. بص حضرتك، هو اللي مش هيخش المجال بالشعور ده وبالاحساس ده مش هينجح فيه ومش هيدي فيه. لا يا باشمهندس انت موسوعه يا باشمهندس. ربنا يبارك في حضرتك والله ما شاء الله معلوماتك غزيره جدا. ربنا عايز اشير على لاساتذتنا في حمام الجمعيات لو حضرتك عايز يعني تستفيد منهم. عندنا الشيخ شريف هنا موجود مسابق رئيسي في الجمعيه. اه ده من اساتذه المسابق هنا في حمام. ربنا يروح نتكلم معاه. اه اتفضل. طبعا شرفت بيك يا باشمهندس. ربنا يبارك في عمرك. تسلم يا باشمهندس. خش بقى الشيخ شريف. اتعرف عليك بس الاول. شريف ده شيخ شريف. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك. طب قول لي بقى انت بقالك كام سنه اصلا بتربي حمام؟ بقى من 8 سنين وانا عندي 51 سنه. ما شاء الله. وانت عندك 8 سنين؟ اه. ده مين اللي علمك الهوايه؟ والله لوحدي كده، ما حدش حبيت الحمام. اه دوا جمعيات لفت. طب قول لي بتشترك في السباق بناء على ايه؟ يعني انت عندك فرد الحمام ده تعرف مقدرته في الطير قد ايه؟ تعرفها ازاي؟ لا انت دلوقتي دول ده حمام اسمه حمام مزاجل. حمام زاجل. اه تمام. لا بيطلق عليه بقى جمعيه زاجل الرمايه. تمام. هو حاجه واحده. تمام. يعني كلهم واحد. حلو. انت بقى عشان تشترك بيه في مسابقه تعمل يعني بص إيه انا راجل جديد لسه في المسابقه. بشوف واحد مثلا زي الشيخ عبد الهادي كده راجل قديم مثلا بيسابق. اه عنده حمام كسبان او سابق بيه، بقول له عايز تغلو ليه مثلا؟ طبعا بيبقى اسعارهم غير السوق. اسعارهم غير اغلى. اه ما انت واخد حمام متجرب. انت اه ده متدرب مثلا أصلاً. دول انت هتاخد دول مش متجربين مثلا. خلاص. طيب هتاخدهم تجربهم هتاخدهم منهم كام مثلا؟ انا بدي امثال بس يعني. ماشي. مش السعر يعني. ماشي. هتاخدهم ب 60 جنيه. ماشي. خلاص. حلو. 60 جنيه تاخدهم تجربهم الله اعلم بحالهم. تجربهم معنى ايه؟ ان انت تروح ترميهم؟ هتبتدي بقى تطلعهم عندك وتبتدي ترمي يضيعوا مثلا. اه ما يرجعش. اصولهم مش كويسه. خلاص. يعني ممكن ترمي الحمام ما يرجعلكش؟ اه
وبيبقى بأسعار غالية، وممكن كمان يبقى فرد حمام غالي جدا وعالي جدا وممكن ما يرجعش أي بقى شو. أي ظروف خبط في سلك صقر مسكه يا نهار واخد بالك من الطيران انت جعان ولا عشان نزل عند حد ياكل عشان يكمل يتمسك كده فولانا انت قال انت ضيعت كتير شكلك ضيعت كتير لا ما ضيعناش الحمد لله لا والله ما بيقولك لازم اللي بيتعلم اللي بيعلم بالفكره بتاع الشيخ اللي هي انا من ايه حاسس انت الاخرين طب انت اصلا متعود ترمي يعني ابعد مسافه رميت فين بس انت رميت ولا ما رميتش رميت ايوه سالي انا حاجه غير ديروت ديروت ده الصعيد ديروت دي اسيوط رميت من اسيوط اه دي اخر حاجه بس كان كم سنه يعني ورجع لك فين ورجع هنا وساكن هنا في حلوان يعني رجع حلوان لا فرد واحد ما شاء الله ربنا يوسع عليك يا شباب السبع ده بيبقى محطاتها محطات محطات معروفه بتبدا من اول محطه بني سويف بني سويف ما شاء الله واخد بالك بني سويف وبعد كده العياط وبترعد كل شويه بعد العياط المنيا بس كله ابلي ومفيش بحر لا ما هو في سبع بحري وسبع ابلي يعني انت ممكن ترجع ناحيه الدلتا ترمي من ناحيه الدلتا لو السبع بحري هشترك فيه ويرجع برضه ما هيرجع برضه ان شاء الله هو الزجل كده ربنا والله ده معجزه والله هجعل فيه خاصيه كده تقول لك يرجع ازاي ما يرجعش ازاي دي بس انت وبتاخده معاك في السلكه مثلا وماشي بيه بس ده مقفول عليه العربيه كمان مش هنقول بقى هو مش بني ادم عشان يبص يعرف انا بقول لك دي غريبه ازاي وراجع ازاي دي غريبه انا قعدت افكر فيها انا مش عارفها لا ده بيتاخد في عربيه مقفول عليه كمان ومتغطي ما شاء الله الراجل ده بيسابق وكسبان السنه دي والله احمد ده اتكلم معاه بقى منين اللي فينا يا باشمهندس هتعرف من اول محطه لاخر محطه من السويف لحد صهار انت رميت منين بني سويف جالك حلوان ما شاء الله طب انت بترمي انت وحد ولا انت لوحدك نرمي كذا كذا مشترك بيجي يشتري ونرمي مع بعض ترمي مع بعض طب انت بتعرف منين ان هو رحل ولا ما رحلوش او يعني بتكسب ازاي نقول انت كسبت ازاي اعرف ان انا كسبت ازاي بتيجي بيبقى في ناس قاعده مظبطه الوقت بتشوف الوقت والساعات بتيجي تحط الساعات وبيشوف شغل الكترونيات ساعه في يعني دبل الكتروني كده بتتلبس لفرد الحمام يعني هو بيتابعه زي جي بي اس كده وبيجي طبعا بيجي المكان بتاعه والله ان شاء الله